بقى يا علا بقى، ما انا صالحتك. انت عارفه العربيه دي عامله زي البيبي بتاعي، انت لو عندك بيبي تحب حد يرزع له بابه كده؟ يا تامر تلم عليا الناس وتجيب سيره ماما عشان بس خبطت باب عربيتك يا تامر. اي راجل عنده عربيه عارف ان علقه موت ولا خدش تكبوت معروفه. انت بتقول اي كلام على فكره. طب سنه عتاب ولا رزعه باب؟ عتاب ايه بقى؟ خلاص ما انا مش مهمه بقى، خلاص هتحرق انا. لا 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 تتحرق ايه يا نهار ابيض، ده انا اللي اولع خالص. ايه لولو، ده انا جايبك كده مخصوص عشان اقول لك اني بحبك. يعني ما انت عارف برضو يعني ان انا كمان بحبك قوي. اه يا خبر ابيض، يا سلام لو نفضل كده على طول. نفضل كده على طول؟ هو انت يعني اللي رومانسي على طول؟ ايه احنا ابتدينا ولا ايه؟ لا ولا ابتدينا ولا انتهينا. بقولك ايه انت؟ ايه استني استني، انت بتمشي وبيجي مكانك عبله كامل في نفس المكان بالظبط؟ ايه ده؟ انا حاسس ان سلسال الدم بيحصل لي هنا لايف دلوقتي. يا سبحان الله، القلوب عند بعضها. انت بتبقى توم كروز وفي لحظه بس بتتشقلب كده وبتبقى زين العشماوي. لا 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 لا، دي مش عبله كامل خالص، ده الفنان رياض الخولي شخصيا عامل ميكس مع فادي عبد الغني. انا مجدي عبد الغني؟ انا قلت فادي يا علا. تامر انت بجد اتغيرت؟ وبجد ما بقتش تامر اللي انا حبيته زمان. انا ولا اتغيرت ولا حبيته ولا زمان، انا طبيعي جدا، وكل اللي انا عايزك تفهميه انك تتاكدي طول الوقت اني بحبك يا علا. يعني ما انا كمان بحبك، بس اوقات كده يعني بحس ان انت مش بتهتم قوي بزعلي ولا حتى بوجودي. يا خبر ابيض، ده انت وجودك هو سبب وجودي. انا من غيرك اصلا ماليش وجود. انت من غير وجودك وجودي يبقى ملوش وجود. ممكن نسيب الحته الوجوديه دي وما تقعديش تعلي على الجمل اللي انا بقولها عشان بصغر مخي. وايه كمان يا توم؟ توم مين؟ توم كروز. اه توم كروز، عشان الشبه العينين والسنان شويه. بس في فرق بصراحه، يعني هو طبعا اكيد بخيل، هو وعشان الاكشن وكده فبيبقى عنده عرق، عارفه الريحه مش. انت احلى من 100,000 توم كروز. عارف لو تبقي جميله كده ببقى شايفك قدامي كانك باندا. باندا كده سكر قاعده ماسكه زعزعه القصب بتاعتها دي وعماله تهطل كده على الفرو الرقيق بتاعها. انت احلى توم في حياتي، حتى احلى من توم وجيري. بجد بيبقى نفسي كده ان احنا نبقى حلوين على طول وما يكونش في قفشه ابدا. انا ما بقفش خالص، انت عارفه انا بحس ان انت ساعه. ايه انت هو انت ايه يعني ما بتغلطش؟ ايه هنبتدي تاني؟ لا بص، ولا نبتدي ولا ننتهي، انت اصلا طول عمرك كده. طول عمري؟ طول علا انت عارفه الجمله دي بتستفزني قد ايه؟ علا قفلي على الموضوع ده. لا قفل انت. علا قفلي انت، انا قلت على الموضوع ده. انت عارف انا بجد بقى نفسي اعمل ايه؟ زي اللي في نفسي بالظبط على فكره. وبقى ما تعيطيش بقى لو سمحتي. يعني زعلي فارق معاك؟ ما يفرقش معايا ازاي بس حبيبي، ما انا بحبك. وانا كمان مش عارفه بحبك كده ازاي. طب يلا بقى تيجي نطلب حاجه؟ ها؟ عشان ما نتاخرش. ايه ده؟ وانت لحقت تزهق مني؟ لا انا ما زهقتش يعني، بس عشان خاطر عندي شغل فنخلص بدري ونروح بدري وكده يعني. دي بتقلقني. ايه اللي انت عايز تقفش وخلاص؟ هو انا قلت لك حاجه اصلا؟ ما هو انت بتزومي اهو. بزوم ازوم براحتي، انا بزوم اصلا عادي. بتزومي عادي؟ هتصحي من النوم تزومي؟ بتقعدي انت واخواتك في البيت تزوموا على بعض كده؟ ايه مش هرسينك في البيت؟ ما تلمي نفسك في ايه؟ علا الم نفسي؟ ايوه. طيب انا جبت اخري. احنا فركشنا كم مره النهارده؟ 5 مرات. حلو، خليهم 6 بقى. حلوه بجد والله، احسن. بقى عشان انا ماشيه. لا لا ماشيه يبقى ما تخليهمش 6، خليها الفركشه الكبيره، فركشه للابد. طب احسن بقى عشان انا ماشيه برضه. اتفضلي اتفضلي بقى، خدي بالك وانت بتزومي، روحي بقى زومي على الناس بره. ساتر قرف، ايه ده؟ كل ما اقول كلمه تخش وتعالي وتقوم معيطه ودموع تمسيح بعينيها الواسعه الحلوه دي. ابتسامة ابتسامتها مستفزة، تقعد تبتسم كده زي السكر كده في النص. وانا ايه ده؟ انا علا وحشتني قوي. اي علاقة حب بتعدي بكذا مرحلة زي أي حاجة في حياتنا، والحب ليه مراحل 6 عشان نبقى مختلفين عن الفيلم. هما هبتة، إحنا 6. رقم 6 ده عجيب أوي. أول مرحلة هي بداية التعرف واللي بنسميها التظبيط أو الدهلكة، وساعات نقول عليها السأسأة.
أميا انت بجد؟ عصام احنا شغالين مع بعض بقالنا 5 سنين في نفس المكتب. لا معلش اثبتي لي ان انت بجد. ازاي؟ حاضر. المرحلة التانية وهي مرحلة الحلم او اللي بنسميها على وش القفص، واحنا اتخلقنا لبعض ومش هسمح للعالم يقف قصاد حبنا. عالم ايه اللي هيقف قصادك يا حبيبي؟ في المرحلة دي بقى بيبقى الدلع كله لبديل، اهتمام، حب، روح للناس يا حب. ايه بني ادم ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تحط لها شاي بالشكل ده؟ تحط لها كوبايه الشاي وانت مبتسم. لميا دي ملاك، ملاك مش بشر زي انا وانت. معلش يا حبيبتي محدش عارف قيمتك زيي. لميا في كام ملف مرمي على الارض، تعالي لميهم. حاضر يا فندم. حالا. لا يا فندم، لميا مش مجرد حد بيلم الملفات من على الارض، لميا احسن حد في الشركه دي بيلم الملفات من على الارض. يلا يا لميا، يلا يا حبيبتي روحي لمي الملفات من على الارض وسيبي لي كوبايه الشاي دي انا هشربها. بعد فتره من التلزيق ده بتبدا المرحله الثالثه وهي مرحله الحقيقه، ودي بتبدا بالتعود، فحبيبتك بتتحول لمدام عفاف عادي وكأنكم متجوزين من 9 سنين. الو؟ ايوه يا لامي، رنيتي 50 مرة وكنسلت. ايه؟ في ايه؟ انت بترديش عليا ليه؟ في الشغل اقطع نفسي؟ في الشغل؟ انت بتكذب يا عصام. انا عمري كدبت عليكي؟ ايوه كدبت كتير. وانا اسمعيني بس، انا عمري كدبت عليكي؟ مش هسمع حاجه، انا زهقت منك. اقفلي اقفلي عشان عندي شغل كتير. اقفلي. ماشي. واللي كان في المرحله اللي فاتت صابر الرباعي وبيتحدى العالم كله مش قادر يتحدى صوره واحده على فيسبوك لابسه هوت شورت، وهنا بيكون الضرب في العلاقه مفك. خلاص كده مفيش امل؟ لا في دي حاجه بصالحك بيها. خد بقى عشان خاطري، عشان خاطري، عشان تعرف بس اني بحبك. حلوه. انت اللي عاملاها؟ اه ماما اللي عاملاها. وماما تعرف اننا مرتبطين؟ اه ما انا حكيت لها عنك. انت عارف بابا كمان عايز يشوفك، اصلا مستنيينك يوم الجمعه. ايه رايك يا حبيبي؟ انا عارفه انك هتفرح بالكلام ده. عصام، عصام. وهنا بنروح للمرحله الخامسه، الفركشه. في المرحله دي بيبقى فكك من كل اللي فات، اركن لي بقى الحب على جنب خالص، والعشرة والعيش والملح، احنا بنفركش دلوقتي. خد بقى قلة قيمة وإهانة، شتيمة بالأم، ضرب تحت الحزام وفوق الحزام وضرب بتوكة الحزام أحيانا. وهنا نوصل لآخر مرحلة، إنك تكون إكس، ودي مرحلة تلقيح الكلام وبوستات فيسبوك من بتاعت مش هتتعلم غير لما تعرف ناس رمم، هاشتاج مقصودة. بتكتب الكلام الزبالة ده هي كل يوم وبتعيش فترة طويلة على النبر العفش ده. أما هو بقى فبيبقى عصام. عصام أيوة يا حبيبتي، أجيب فين وأنا جاي؟ يا سخافتنا. بص الأقل نظرة أو أبسط تصرف أو أصغر كلمة مجاملة مثلا عادية على إنها إشارة أكيدة
لقصة حب ملتهبة. دي أكيد علامة، وصوته بيترعش كده، أكيد علامة، هو ولا حاجة، مش مستاهلة الرعشة دي خالص. بس عشان خاطر هو بقى إيه، فاتح الكبوت وسلكه عريان وجسمه مفتح وبتاع وحساس قوي، فبياخدها على إنها دي قصة حب، زي ما نبقى شلة أصحاب كبيرة مع بعض قاعدين في مكان مثلا، بعدين لما نروح تلاقي صاحبي بيقول لي وأعمل تعابير وش الفنان شكري سرحان كده، شفت بعينك؟ اتأكدت بنفسك إن نرمين بتحبني؟ يا حبيبي ما هي قالت لك كده؟ لا، من غير ما تقول يا معلم، انت شفتهاش وهي بتدوق لي الشاي قبل ما اشربه علشان تتاكد انه مظبوط؟ يا حبيبي اه شفتها وقالت يع ده مش بتاعي واديته لك، فانهي حته في اليع دي حسيت ان في شراره حب، ولا التانيه اللي جايه تتنطط ومبسوطه وعينيها على شكل قلبين؟ وانت كنت متاكده انه بيحبني؟ كنت متاكده. يا ماما خير، اداكي ورد؟ لا، اداني ورك. واحنا بنتغدى كريم اداني ورك الفرخه اللي بحبه واكل هو الصدر. يا عيني، شفت بيحبني اكتر من نفسه، وكلنا عارفين ان كريم طول عمره بيحب الصدر عادي، مفيش اي شبهه تضحيه في اللي عمله ده خالص. عمر ما ورك الفرخه كان علامه حب يا ماما خالص. انا اعرف واحد اتقدم لواحده عشان قالت له قميصك حلو، بس هو اعتبر الجمله دي معناها انا عايز اعيش معاك للابد، وقالت له اوعدك ان الموت بس هو اللي ممكن يفرق ما بيننا، كل ده هو سمعه في قميصك حلو. تاني يوم داخل عليها بقى لابس بدله حمراء معاه دبدوب كبير بشنب ومكمل في العلاقه عادي، فطبعا بيترفض جدا بطريقه مهينه، يعني قله قيمه على مستوى وحش. لو كانت اتكلمت عن توكه الحزام مثلا كنت رحت فين؟ في كمان نوعيه من البنات بتترجم اي عمل ظريف جدعانه انساني كده انه اشاره واضحه من اشارات الحب والغرام. يعني واحده مثلا العجله بتاعتها نايمه، واحد شاب جدع في لحظه رعونه كده وتهور نزل يغير لها العجله، بس الواد وقع انتهى، تقول لك عينيه بالدلده حب، ده عرق عرق وارتبك، ما هو في الحر بيركب عجله ما لازم يعرق. او واحده مثلا مش عارفه تركن، واحد مستعجل قرر يقول لها عنك انت، يروح يركن لها العربيه بتاعتها اللي هي شلت حركه المرور في منطقه مدينه نصر كلها، هي دلوقتي بصله على ان هو راكب حصان حاطط بكلونه حمراء ومحدد دقنه وشعره بيطير لورا سلو موشن، فاهم؟ كل حاجه بقى مظبوطه وطاير كده وفي وهم شايفين ان هم بيتزفوا فوق الحصان دلوقتي. هو مش حبا فيها، هو حبا في مصالح البشر، البلد واقفه بسببك. ويا لهوي يا لهوي بقى لو واحده شايله اكياس وشنط كده جايبه 6 كيلو استفندي مثلا، واحد جنتلمان عرض عليها يشيلهم عن هات الاستفندي ده، يعني جدعانه بسيطه ما فيهاش حاجه، ده مش تلميح، لا ده تصريح، ده اعتراف كامل، بروبوزل. خلاص هي كده بتلف على القاعات بتاعه الافراح، بتفق على السنتر بيسز زفت الكمانجات وبتنقي الستاير وبتدوق التورته وتشوف عصير الاستفندي اللي هي جايباه ده تعمله للمعزيم تديه لهم، الموضوع محسوم بالنسبه لها. بقول لك شلها الاستفندي يا ابني، انت بتتكلم في ايه؟ الغيره طبعا بتبقى غالبا علامه من علامات الحب، بس برضو خلونا ما نتسرعش ونحكم على اي موقف على انه غيره، لان صدمتها بتبقى وحشه خالص. انا عندي واحد صاحبي معايا في الشغل كان هيطير من الفرح لما حس ان البنت اللي بيحبها من طرف واحد بقاله 16 سنه بيحبها، ولادها بقى في مدارس انترناشونال في ثالثه ثانوي، وقعدنا بقى جه قال لنا بتغير عليا، فرحان قوي وفرحنا واحتفلنا وقعدنا وبنساله واحنا بننهك كده الماء ايه بتغير عليا ازاي؟ عملت قالت لي بص النهارده الصبح قالت لي اقفل السوسته بتغير عليا. حتى لو كان عندها مبادئ مشاعر ناحيته، اكيد موقف السوسته المفتوحه ده انهى الموضوع، شافتك في موقف مش تمام. وفي اللي بتحب واحد وهو حلق لها تمام، اصل انا قريت على النت ان اللي بيحب واحده قوي بيبالغ قوي في اهتمامه بكل البنات التانيين وبيتعمد يتجاهلها هي بالذات، ياه، وهو طبعا ولا شايفها ولا عارفها ولا حاسس بوجودها اصلا عشان يتجاهلها، وهي بالنسبه له مفيش، يتجاهل ايه؟ هو في حاجه عشان يتجاهلها اصلا؟ ومن ده كتير بقى، اللي مصاحبه صاحبه علشان تغيظه، واللي اتجوزت بنت خالته عشان تقابله عند خالته، كل ده كوم بقى اللي هو الجنان اللي في العالم بتاعنا الواقعي، والجنان اللي في العالم الافتراضي ايه بقى؟ عملت لي لايك، يعني معجبه بيا، مبدئيا ما عملتلكش انت حضرتك لايك، هي عملت لايك على الصوره الزحلفه اللي انت حاططها وفرحان بيها دي، عجبتها هي معديه كده فلقيتها. طبعا لو حد عمل رياكشن لا ده تبقى اكيد بقى العلاقه راحت مرحلة تانية بقى، اتطورت بقى، بدأت تاخد شكل رسمي، وش بيضحك، وش بيضحك جدا او وش مذهول، الله عملت لي وش. طبعا لو قلب ممكن نتوكل على الله، عملتي لي قلب، حبيني يا هدى، ها القلب. ولو كومنت طبعا، لا لو كومنت غالبا بنكتب القايمة خلاص بقى. ليه دايما اللي بيشاعر اغنية بيتفهم انه بيبث رسائل مشفرة لشخص ما؟ ليه الجو بتاع رأفة الهجان ده اللي هو تقول لك خدت بالك شريف عمل ايه مشير النهارده الصبح اغنيه اهواك بلا امل؟ عارفه ده معنى ايه يا حبيبتي؟ بيعني ان بيقول لي ان هو بيحبني من زمان وان عايزني انزل قبل لوحدي وما اجيبش معايا البت امل. ياه ياه، وصلت لكده؟ خلاص هنبدا نخش في مرحله الفك الشفرات وحل الرموز وبتاع. ايه يا اخوانا، هو لغز ميكي؟ ما اللي عايز يقول حاجه يقولها وش عادي من غير ما يضطر يغير عجله ولا يديك ورك ولا تتجوز بنت خالتك ولا يشيل استفندي ولا اغنيه بالحبر السري ولا الجو ده. على فكره انا الصبح لسه كنت كاتب الكلام ده على الفيسبوك من زهقي، زهقت. ساره عملت لك لايك على البوست. مين ده؟ فين ساره عملت لك لايك؟ وحياه ابوك. والله على طول عملت لايك بالسرعه دي. اه شوف بقى يا شقي،
لا دي تبقى واقعة بقى. بقى لا واقعة اوعى بقى. الله انت فين؟ انا في الشغل يا نادية. راجع امتى؟ ليه يا ماما؟ خير خير. انت عارفة السؤال ده بيعصبني. يلا نتعصب. طب حاول ترجع بدري النهاردة. ايش معنى النهاردة حبيبتي؟ اصلي خلصت الغدا النهاردة بدري والمسقعة هتسقع. نادية انا لسه واصل عطارد، قدامي سنة ونص على الاقل لو الطريق ماشي كويس، وقلت لك 100 مرة ما تتصليش بيا في الشغل الا لو في حاجة ضرورية. في حاجة ضرورية؟ هو انتوا بتشتغلوا اصلا؟ ده انتوا قاعدين في الفضاء مفيش بعد كده. نادية نادية لو سمحت احترمي شغلي، انا رائد فضاء. يعني رائد في الداخليه يا حسره؟ ده انت لو في الداخليه كان زمانك دلوقتي بقيت عقيد زي هشام ابن خالتي. ما هو من دورك. طب يا نادية هشام ابن خالتك ده اعظم حاجه في الدنيا. ممكن تسيبيني للشغل السخيف بتاعي بقى؟ يلا يلا باي باي. ايه مالك بس؟ مفيش. لا يعني انت كده طبيعيه؟ ما اعرفش. ما عملتش حاجه كان المفروض اعملها؟ طب عملت حاجة ما كانش المفروض اعملها؟ لان انتي بتحسي احيانا ان لما في حتة انا كنت عملتها قبل كده وانتي قلتيلي عليها وانا ما عرفتش مثلا؟ يمكن. نادية في ايه يا حبيبتي؟ سلامتك. اسمعيل انا زهقت وتعبت. من ايه بس؟ انا ما بقتش قادر استحمل. سلامتك. طب انا اعمل ايه؟ اتفضلي مالك؟ انا تعبت بجد من مذاكرة للعيال. نعم؟ بنتك بقالي 3 ساعات بشرح لها في موقع مصر الجغرافي، مش عايزه تفهمه. خدته النهارده في المدرسه برضه مفيش فايده. انت متصله بيا في الشغل علشان خاطر مذاكره العيال. ناديه لو ناديه ممكن استاذنك ناجل النكد للميعاد بتاعنا اللي هو المعروف؟ اوكي. ايه رايك لو ناجل ده؟ مفيش مشكله. اوعدك وهيبقى اشيك كتير من دلوقتي في شويه لخبطه كده، بعدين يبقى منظم والنكد يعني هيعجبك. اوكي يلا باي باي. بقول لك ايه، اجيبها لك تكلمها شويه عن موقع مصر الجغرافي اللي انت شايفه من عندك. مش وقته يا ماما. اسمعني انت هتبص بصه بصه واحده، انت مش عايز تتعب ابدا؟ يعني يا رب انا سبت الكوكب وطلعت لغايه هنا عشان ابص على الكواكب ولا النجوم ولا القمر، ابص على موقع مصر الجغرافي؟ مين القمر اللي بتبص عليها دي يا استاذ؟ لا 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 ناديه لا القمر ده اللي هو الجسم المعتم ده. وكمان جسمها معتم؟ لا ناديه انت مش عارفه معتم يعني. معتم يعني مظلم يا ماما. ولما هي مظلمة أصلا ببص عليها ليه؟ هي مين دي؟ القمر اللي عند نادية. ارحميني بقى لو سمحتي. طب انت كده معطلاني. طب هي أحلى ولا رحاب بنت خالتك؟ مش أمك كانت بتقول على رحاب بنت خالتك اللي هي قمر برضو؟ لا إله إلا الله. بحق ده الأدان يا رب، بحق ده الأدان. أنا فوضت أمري ليك. طيب انا كنت عارفه. طيب والله كنت عارفه. اقفلي دلوقتي علشان انا ورايا شغل حساس جدا، واخده بالك؟ واوعدك ان شاء الله انا هكلمك بعدين. يلا باي باي. طب خلي بالك من نفسك. طيب يا حبيبي يا سلام على الرقه. ما تنساش تجيب لنا معاك وانت جاي عيش من فينو. الله على اللمسه. طيب اسماعيل ابقى تقل كويس عشان بيقولوا فيها عصبه شمسيه. يا حنيه حنيه. لا يا حاضر يا ماما حاضر. يلا يلا اقفلي بقى عطلتيني. ايوه خلاص مؤاخذه يا باشا. يلا تعال تعال كمان ايوه كمان فسوه. خش عليا خش بس بقى بطل. سيب لي بقى مفتاح المكوك علشان خاطر اتصرف. لا بقول لك ايه، انا مش هلمع كل مره ان هي كانت امبارح بهدلتها. ماشي اطوقها لك بالفوطه كده. يلا استفتحنا عسل استفتحنا عسل استفتحنا عسل. اسمي سراج الحكيم، 26 سنة. أهلا يا أستاذ سراج. خير؟ أنا عندي مشاكل مع البنات. ومين فينا ما عندوش؟ أنت عارف الرجالة اللي زينا اللي على قدر من الوسامة والرقي بيبقى عندهم ملاحقات ومطاردات من الجنس الناعم، ده عادي. لا أنا الحقيقة كل ما أتعرف على بنت وأعجب بيها وأحاول أقرب. فهمت. بتقول لك اتقدم لي وجواز وحاجات زي كده. بص البنات بتوع اليومين دول ما بيضيعوش وقت، عمليين جدا ومستعجلين، خاصة ان هم قدام شاب زيك او زيي، فدي بتبقى فرص لا تعوض. يا دكتور انا كل بنت بتعرف عليها بتقولي جملة واحدة بس، بتقولي خلينا اخوات احسن. ايه؟ خلينا اخوات احسن؟ خلينا اخوات احسن. الجملة دي تحديدا؟
أيوه. ولو ما عندهاش إخوات بتقول لك أنا لو كان ليا أخ ما كنتش هحبه قدك يا وحيد. وحيد يا سراج، قصدي أنت. كمل أنت، إيه مالك اتوترت كده ليه؟ هكمل. اتفضل. يعني مثلا انا كان ليا تجربه مع بنت زميلتي في الشغل، وكنت خلاص فاكر ان بدات تاكل دماغك بالكلام عن كريم زميلكم. لا اسمه ادهم. لا كريم، اسمه كريم. تنتهز اي فرصه عشان تقول لك كريم راح، كريم عمل، كريم شكله. وده اسمه التهاب كريمي عاطفي. ده بيبقى مرض في بدايته، بيبقى في ظهور فظيع لكريم في أجزاء كتيرة من حياتك، وده بيعمل التهاب في الدماغ لأنك من كتر النرفزة بتضطر تهرش في دماغك بشكل مش عادي. اتفضل كمل. عارف يا دكتور أكتر حاجة مؤلمة إيه؟ إن البنت اللي أنت بتحبها وبتعتبرك زي اخوها بتكلمك عن شخص تاني هي بتحبه وهو مش حاسس بيها، صح؟ ايوه بالظبط. ما ان شاء الله عنه ما حس. مش فاهم انا. ما يولعوا مثلا. احنا مالنا؟ بتقعد تطلب منك افكار عشان خاطر تلفت نظره، بتعتبرك زي اختها مش اخوها. ليه الجزمه؟ هم بيبقوا خايفين من العلاقه. ايوه خايفين فبيهربوا يحطوك في الفريند زون في الضلمة. العيب مش فيهم. العيب مش فيهم، ده في حبايبهم. أما الحب يا روحي عليه يا روحي. أقول لك أنا بقى تعمل إيه؟ أي واحدة في حياتك ما تديهاش فرصة تقول لك إن أنت زي أخويا. لو واحدة ماشية في الشارع بتسألك على عنوان تقول لها خلينا أخوات أحسن. لو واحدة اتصلت بيك علشان تبيع لك كروت خصومات تقول لها إيه؟ خلينا أخوات أحسن. لو واحدة في الشغل زميلتك الصبح بدري بتكلمك بتقول لك صباح الخير تقول لها إيه؟ صباح النور. لا صباح الخير، خلينا أخوات أحسن. قول لها خلي كريم ينفعك. لا كان اسمه أدهم. كريم ما تخنقنيش. كريم فيش أي مشكلة خالص. كريم أنا فاهم إن ده احتمال يكون اسمه العلمي كريم، بس أنا عندي مشكلة دلوقتي. أنا كده مش هعرف أحب ولا هتجوز. تتجوز إزاي يا ابني؟ كل البنات اللي في العالم إخواتك. طب أعمل إيه؟ أنت ما تعملش أي حاجة، لأن أنا هبقى كويس. من فضلك سيبني شوية عشان مالك؟ أنا اتحسنت دلوقتي الحمد لله. اتفضل ما تاخدش الأمور بصعوبة كده وفرفش. أرجوك أستاذ سراج، أرجوك اتفضل. مالك يا دكتور؟ اهدى. أرجوك بص سيبني دلوقتي. أنا كويس بالنسبة دلوقتي ليا. أنا الدواء بتاعي والعلاج. اسمع، انسى قصة العلاج والدواء والطب النفسي والكلام ده. سراج خلينا اخوات احسن. شوفي بقى، الناس بتقعد تشتكي من الجواز وتسب وتلعن وتتعفرط وبتاع، بس برضه ما تستغناش عنه. لولا الجواز كنا هنبقى موجودين اصلا؟ ده لولا الحب مكان في الدنيا ولا انسان. معروفه. وبعدين هو الحب لعبه ولا الحب لعبه؟ الحب مش لعبه، ده بيت وجواز وعيال ومسؤوليات. طب من غير الجواز كنت هتهم مين بضيع فرد شرباتي؟ تشيلي مين ذنب ضياع مستقبلك الوظيفي علشان خاطر البيت والعيال؟ المتنفسات دي هتلاقيها فين تاني؟ نكتم في روحنا بقى لحد ما نتخرق ونموت؟ وبعدين كنت هتعرفي منين طعم الحياه من غير ما تتجوزي؟ مش لازم نتجوز علشان نعرف ان الحياه كان ليها طعم قبل الجواز؟ لا 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 لا, لا اوعي تعملي زي الناس الخايبه تشتكي من الحياه بعد الجواز، تقولي ده جواز ناجح وجواز فاشل، جواز حلو وجواز وحش. مفيش الكلام ده. الجواز كله حلو من غير استثناء. الجواز كله حلو. ممكن الحياه اللي بعده يبقى فيها شويه مشاكل، لكن هو نفسه حلو. الجواز ايه؟ حلو. لا انا عايز اسمعها عدل. الجواز ايه؟ لا اقعدي استني هنا ما تمشيش. اسمع، الجواز حلو جدا. حلو. ايوه حلو. ظواهر عجيبة وقف العلم عاجزا عن تفسيرها لقرون، وأخيرا أزيل عنها الستار.
اليوم تكشف كاميرا نشوى جيوغرافيك الستار عن لغز طالما حير البشرية. السناجل، كيف يعيشون وكيف يقضون أوقاتهم؟ ما لا تعرفه عن السناجل تشاهده اليوم في سناجل عملاقة. سناجل عملاقة. تبدأ دورة حياة السنجل فور بلوغ الشخص سن الشباب. الآن هو سنجل غير مكتمل. ما يجعله سنجلاً حقيقياً مكتملاً النمو هو إصابته بالذعر من أقرانه المرتبطين. دكتور ألبرت فرانكشتاين الباحث والمتخصص في دراسة السناجل يحدثنا عن تلك الظاهرة العجيبة. لطالما كنت في صغري مفتوناً بالسناجل حتى أنني قررت أن أدرس هذه الظاهرة بعمق. فالسناجل كائنات لطيفة ورقيقة، لكننا نجهل الأسباب التي تدفع السنجل إلى استمراره في سنجلته. لقد نشرت ورقة علمية في مجلة الموعد موضوعها لماذا يستمر السنجل سنجلاً، وأعتقد أني قد توصلت لبعض الحقائق. ذهبت كاميرا سناجل عملاقة لترصد حياة أحد السناجل وللحديث معه عن أسباب تمسكه بالسنجلة. أتلقى الكثير من اللوم من أهلي وأقاربي من غير السناجل لبلوغ هذا السن دون ارتباط عاطفي، حتى أنني بدأت في الانعزال عنهم والهروب من لقائهم في المناسبات والأعياد. فأنا سعيد بكوني سنجلا، هذا يمنحني الكثير من المزايا والحرية التي يفتقدها الكثير من غير السناجل رغم عدم قبولنا اجتماعيا. يبدأ السنجل الناضج يومه بالاستيقاظ متأخراً كعادته كل يوم، نظراً لأنه غالباً ما يطيل السهر لساعات متأخرة من الليل. يبدأ طقسه المفضل الفيسبوك دون أن يزعجه أحد، وربما يلعب بعض أدوار البلياردو أيضاً. وفي النهاية يعد بعض العك للإفطار. وهنا يحدث أمراً عجيباً، بالفعل هو يفعل ما تشاهدونه الآن، يكحت الطاسة التيفال بالشوكة المعدنية. بالفعل يستطيع السنجل فعل هذا كل يوم دون أن يعنفه أحد، فلو أن شخصاً آخر غير سنجل فعلها لفتكت به امرأته في الحال. إنهم يسخنون الحليب في بعض الأوقات في كنكات القهوة، بل إنهم أحياناً ما يذهبون أبعد من ذلك، إنهم ينامون على كنبة الصالون بأقدام متسخة. الرابع عشر من شباط والموافق للرابع عشر من فبراير من كل عام، إنه عيد الحب أو يوم الفالنتاينز، الجحيم الأحمر كما أطلق عليه السناجل. يوم كارثي في حياة أي سنجل. يمر اليوم ثقيلاً وبطيئاً على السناجل في كل بقاع الأرض، بينما ينتشر الأحمر في كل مكان على هيئة ورود أو دباديب. يراها السنجل وحوشاً ضارية تريد الفتك به. غالباً في منتصف اليوم تختبئ السناجل في جحورها حتى ينقشع اللون الأحمر. في حياة كل سنجل هناك وقت ما يشعر فيه بالحزن ويشعر بالرغبة في الارتباط العاطفي، لكن غالباً ما تزول هذه المشاعر سريعاً بمجرد أن يرى بلاي ستيشن أو مباراة كرة قدم، وخاصة لو فاز فريقه المفضل. كما تنتحر الدلافين والحيتان وتذهب إلى حتفها بإرادتها الحرة، كذلك تفعل السناجل وتذهب إلى نهايتها سعيدة مبتسمة، بل وراضية تماما عن مصيرها. لقد حزنت كثيرا يوم أن سقط جون صديقي ورفيق طفولتي وتزوج. لقد رأيت تلك الأنثى تحوم حوله وعرفت أنها النهاية. لقد حذرته مراراً، لكنها كانت أشرس وأسرع من جميع توقعاتنا. لقد كان جون صديقاً جيداً، وقد افتقدته كثيراً. ظاهرة مثيرة
ما الذي يجعل سنجلاً حراً وفي أوج قوته أن يضحي بحياته وحريته طواعية؟ وحتى يكشف العلم الستار عن هذا اللغز العجيب، ستظل نهاية السنجل غامضة ومحيرة ومثيرة. سناجل عملاقة. سناجل عملاقة. الخناقات الزوجية، الملح والفلفل، التوابل والطشة، السويت اند ساور، الخناقات الزوجية يا جماعة، الحاجات اللي بتدي للحياة طعم كده حادق ومزز وبايظ كده وحاجة تقرف. التوابل بتبقى أنواع، والخناقات الزوجية كمان أنواع. عندك مثلا الخناقات اليومية، دي الخناقات الدورية المعتادة اللي بتحسسنا إن حياتنا ليها هدف ومعنى. حط جزمتك مكانها، أنا مش الشغالة بتاعتكم دي كل يوم. حطيتي حبهان في الشوربة ليه وأنت عارفة كويس إني بخاف من الحبهان؟ هل الخناقات اليومية سببها إنه كل طرف عايز يسيطر ويكسب أرض؟ خالص، دي خناقات من غير أي طموح. بالتالي أنا أنصح إنها تتقال بحب ورومانسية. إزاي مثلا؟ يعني أنت برضه سايبة الحمام مبلول يا حياتي عشان قصده تقرفيني؟ تقوم هي رده تقول لك ما هو لو كان الزفت المحبس صلحته يا روحي كان زماننا مرتاحين دلوقتي كده. نيران صديقه. في بقى الخناقات الاسبوعيه، دي منتظمه بس كل اسبوع، زي ما تدش على الارض انا لسه مسحه، دي خناقه اسبوعيه، يعني اطير على سيفي، ازحف على الحيطه، اعمل ايه وتبدا الخناقه. خناقات تبان سطحيه بس ايقاع الاسبوع مش هيتظبط غير بالخناقات الاسبوعيه. يعني نتخانق كل يوم ونيجي اخر الاسبوع نقعد كده، لا مستوانا يضيع. اما الخناقات النصف سنويه فهي معروفه، في الصيف الخناقه بتبقى على المصيف والتكييف والميوهات، في الشتاء بتكون على كسوه الشتاء وقسط المدرسه وميزانيه السحلب وتغيير السخان. نكد نصف سنوي محفوظ. في عندنا بقى خناقات المفقودات، اسمها كده، اللي هي المقص فين، فرده الشراب راحت فين، الواد الوسطاني راح فين، شقه عمري راح فين. كان مراته دي موظفه قسم المفقودات اللي في حياته كلها. انا شخصيا عندي اوضه للكراكيب، اي حاجه بسال عنها مراتي بتقول لي في اوضه الكراكيب، وبتريح دماغها لدرجه ان انا حاسس ان هلاقي مرات عم الله يرحمها في اوضه الكراكيب مثلا. عندك بقى خناقات المبتدئين، اللي متجوزين جديد بقى، اللي لسه بيطبقوا على بعض، بيخبطوا في بعض بعشوائيه، لسه جداد، يعني يقول لها ايه ويضحك كده، عارف، لا بيجرب، فاهم، يا عيني مش فاهم حاجه. هي سنه وتلاقيهم بيتخانقوا وهم سايبين ايديهم، ويسال عن نوع قبل ما يبدا كمان، يقول لها دي يوميه ولا اسبوعيه، تقول له لا دي مفقودات صفحه 12، يخشوا خلاص بقى اساتذه. في خناقات المناسبات، او للدقه خلينا نقول ان هي خناقات نسيان المناسبات. المناسبات بتبدا من ذكرى اللقاء الاول، الميعاد الاول، الغدوه الاولى، الحاجات الاولى كلها، اعياد الميلاد، الجواز، عيد الحب المصري، عيد الحب العالمي، عيد العمال، توحيد القطرين، اي تلكيكه بقى عشان ندب خناقه حلوه كده. تنسى عاشوره يا وحش، خلاص ما بقتش بتحبني، ده بيبقى فراغ بقى بس لذيذ. في بقى خناقه مستحدثه شويه ظهرت مؤخرا، دي الخناقات السياسيه. يبقى هما الاثنين في البليله، ولا فاهمين اي حاجه ولا عارفين ايه الحكايه ولا الكلام على ايه اصلا، بس عاملين فيها محللين استراتيجيين، وتبدا الخناقه من مستصغر الشرر، تنظير وخناقات وتفتفه والجو كله، وهما الاثنين مش مهتمين اصلا. مش عارف ليه الخناقه دي بتنتهي ان الست تعيط، تقول لك انت اصلك مش حاسس بيا. الله، مش كنا بنتخانق على القضيه الدوليه المهلبيه اللي في لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا في خناقات السوشيال ميديا بقى، اوه عظيمه، عملت لايك لرانيا ليه؟ تقصد ايه باغنيه نص حاله اللي حاططها عندك دي؟ عملت شير لبوست شريف ليه؟ خلاص بوستاتي ما بقتش تعجبك؟ انت عملت تشيك ان في تشيليز وانت قايله لي انك في برجر كينج، كدبتي عليا؟ في ايه كمان؟ مخبيه عليا ايه تاني؟ ناس اتجننت والله، خناقه على لايك، امال لو كومنت بقى يحصل ايه؟ يتخرب البيت؟ نعمل قعده عرب؟ معقوله؟ في بقى نوع خناقات لطيف قوي، هو خناقات المسابقات، او خناقات اعرف لوحدك. دي بتبدا بلويه بوز، بعدين عوجه وش، ثم التأفف، الحاجات دي، بعدين استغفر الله العظيم يا رب في الاخر، وتبدا المسابقه على مزيكه الكره في الملعب. مالك؟ مفيش. مالك؟ مفيش. لا فيه. مفيش. طب احلفي. مش هحلف. يبقى فيه. ايوه فيه. طب فيه ايه؟ مفيش. طب ما انت قلتي فيه، اعرف لوحدك. ما انا بسال، ما اعرفش. فيه ايه؟ مفيش. انت خايفه تحرقي النهايه مثلا؟ ايه الفكره في الغموض يعني؟ ايه الفكره؟ في طبعا خناقات المطبخ، دي بقى من اعظم الخناقات واشهرها على الاطلاق. اشهر خناقات المطبخ واعنفها خناقه تقليب الحله التيفال بالمعلقه الحديد، دي معروفه مش هنتكلم فيها، وخربت بيوت كتير الحقيقه، وجابت ضرر في عائلات مستقره في لحظه. انا مش بهزر، انا عارف انا بقول لك ايه. في كمان خناقه المرياسه في الطبيخ، لما تلاقي الست واقفه 13 ساعه متواصلين في المطبخ، لما بقت هي نفسها نص سوا، وتلاقي جوزها داخل عليها دخلت الشيف الشربيني بقى، شوح البصل الاول يا ست الكل، او يسال سؤال مستفز، البطاطس مالها مزيته ليه؟ ما هي مزيته عشان كانت في الزيت، كانت بتتحمر،
وما أولي في الزيت فهو مزيت. ممكن تروح تكمل قراية الملحق بدل ما زيت لك حاجات تانية مثلاً، وتبتدي خناقة لطيفة، أو تضطر الست إنها تقلب الترابيزة خالص، تحط الخناقة في منطقة تانية، تتعدل في اتجاهه، المغرفة بتترعش في إيديها وتقول له أكلت الكفتة المحمرة ليه قبل ما أحطها في الصلصة. أنا ما سمعتش عن راجل كمل في الخناقة دي، يا بينزل تحت السرير يا بينزل يعيط عند مامته. وأنا نفسي أعرف هم ليه مصممين يحطوا الكفتة في الصلصة طالما كل الناس أجمعت إن هم بيحبوها وبيخلصوها وهي محمرة، هو عنده وخلاص. بعدين القعدة تحت السرير وحشة قوي. أنا تعبت يا أستاذ، تعبت.